سنن ابن ماجه فيها طواف الوداع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب طواف الوداع. كتاب المناسك، باب طواف الوداع. قال المصنف رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار شيخ البخاري حسن الحديث. قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة هو الثقة الثبت الأمين، كان لا يدلس إلا عن ثقة. قال عن سليمان. سليمان هنا سليمان بن مهران، وهو الأعمش من أساطين المحدثين. إذا قال أو سليمان بن مسلم المكي الأحول، آسف، سليمان بن أبي مسلم المكي الأحول، قال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم الرازي ثقة، وأحمد قال ثقة ثقة، وهذا علو في التوثيق. نعم. قال عن طاووس. طاووس تلميذ ابن عباس ومن الثقات الأثبات، روى له جمع. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس من عبد الله الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، وهو صحابي ابن صحابي، ترجمان القرآن. قال: كان الناس ينصرفون كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال المصنف رحمه الله: حدثنا علي بن محمد التنافسي وهو من الثقات، الجماع. قال حدثنا وكيع. وكيع من أساطير المحدثين، وكيع من الجراح الرؤاسي، حتى أن أحمد قدمه على شيخه على الثوري. قال حدثنا إبراهيم بن يزيد. إبراهيم هنا إبراهيم بن يزيد القرشي الأمو مولاهم. نعم. قال قال ابن معين ضعيف، وفي رواية قال ليس بثقة. نعم. وأيضا ابن عدي روى بعض الحديث له وضعفه. أبو زرع الرازي قال منكر الحديث، سكن مكة وهو ضعيف. أحمد بن حنبل قال متروك الحديث، فهو عافة هذا الحديث. نعم. أنت قلت الماء هذا لا يشرب إلا. ما تحلتش مسجد مسألة. قال حدثنا إبراهيم بن يزيد قال عن طاووس قال عن ابن عمر رضي الله عنهما. ابن عمر عبد الله بن عمر من العبادلة الأربعة
ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، كان أثريا. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر الرجل حتى يكون آخر عهده بالبيت. هنا الكلام هنا على الطواف، طواف الوداع. احنا عندنا طوافات ثلاثة: طواف القدوم، طواف الإفاضة الزيارة، طواف الوداع. طواف القدوم سنة باتفاق الأئمة الأربعة إن لم أكن واهما. طواف الزيارة سنة، سواء كان قارنا سواء كان مفردا، أما إذا كان متمتعا فالطواف هنا ليس طواف زيارة، ليس طواف القدوم، ولكنه طواف العمرة، ولكنه طواف العمرة وركن من أركان العمرة. والثاني طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة هو يوم النحر في قول الله لرفع علا وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا الطواف طواف ركن، والمعنى بأنه لا يصح الحج قط إلا به. الطواف الثاني هنا طواف ركن، يعني لا يصح الحج إلا به. والطواف الثالث هو طواف الوداع، وطواف الوداع على خلاف بين العلماء، في وجه عند الشافعية ضعيف بأنه مستحب، وعند الأحناف أيضا كذلك، والصحيح الراجح أن هذا الطواف هو طواف الوداع واجب، طواف الوداع واجب. طيب ما الفرق بين الثلاثة؟ أما طواف القدوم إن تركه فلا شيء عليه، لكنه فوت على نفسه الأكمل، وأما طواف الإفاضة إن تركه وجب عليه أن يأتي به، وحجه مرهون منوط بهذا الطواف. وأما الثالث طواف الوداع فهو واجب يجبر بدم، يعني لو تركه وفاته وسافر يجبر بدم. هذا الفارق بين الثلاثة. طواف الوداع وطواف الوداع واجب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان الناس ينصرفون كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ابن عمر وزيد، زيد بن ثابت، كان يرى أن المرأة وإن حاضت لابد أن تمكث وتنتظر حتى تطهر فتطوف طواف الوداع، ولو فاتتها الرفقة ولو فاتتها الرفقة. وهذا ضعيف جدا، لأنه سيأتي في الباب الذي يليه، وهو الرخصة للمرأة الحائض في طواف الوداع. قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه أو كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. والمعنى هنا بأن المعنى هنا لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، بأن آخر ما يفعل المرء هو الطواف، فإن انشغل بالشراء والبيع فإن آخر عهده بالشراء والبيع، فإن انتظر الرحلة وكان قد طاف فهو في لوازم السفر فآخر عهده بالبيت إلى أن يسافر، فآخر عهده بالبيت إلى أن يسافر. لذلك قلنا في طواف الوداع لا يصح بعده أن يذهب ليشتري أو ينظر لشيء أو يأتي أو يجلب شيئا إلا ما كان خادما له في مسألة السفر. قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني طواف. وفي الرواية الأخرى عن ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر الرجل حتى يكون آخر عهده بالبيت. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على الوجوب، لأنه قال نهى، والنهي هذا لا يكون إلا للحرمة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر الرجل حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني بالبيت أن يكون طوافا. وطواف الوداع كما قلنا على الراجح الصحيح أنه واجب يجبر بدم إن سافر وتركه، لكن لا يصح أن يتركه تعمدا كالذين يحجزون التذاكر ولا يعبؤون بذلك، وقد قال الله تعالى: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الفوائد المستنبطة: ختام الأعمال بطاعة، ختام الأعمال من أعظم أعمال النسك، جعل الله خاتمتها بالطاعة، ختام الأعمال بالطاعة. ولذلك أنت ترى حتى إذا صليت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يستغفر الله، يختمها بالدعاء ويختمها أيضا بالاستغفار: كان الله في عونك وشكر الله لك حرصك على طلب العلم، رفع الله مقامك. نعم. النهي للتحريم ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى الكراهة، لا ينفرن، هذا على التحريم، لذلك قلنا بأنه واجب.
الفائدة الثالثة فضل الطواف، أنه جعله خاتمة العبادات. فضل الطواف. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. تفضل، أحسن الله إليك ويسر الله عليك أمرك. اللهم أمين رب أمين. يقول ابن الإسلام جزاه الله خيرا: هل يسع المعتمر أن يطوف طواف القدوم ثم يطوف طواف ركن العمرة؟ وهل يسع أن يدخل؟ لا يسع بذلك. ولما؟ طواف العمرة يغنيه، طواف العمرة يغنيه. إن كان متمتعا ليس عليه طواف قدوم، إن كان متمتعا عليه طواف العمرة. لا 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 لا، تقديم الأهم على المهم واجب. ما يسع إلا ما قلت لك، يأتي بطواف القدوم. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين. جيت الجنة على الفوائد. طيب.